اعرف منين ببساطة شديدة كده يعني الرجل يعرف منين لو المشكلة سرعة قذف بس ولا عجز جنسي او ضعف جنسي مع سرعة القذف. لو المشكلة سرعة قذف بس ببساطة الانتصاب بيبقى قوي جدا او عادي المتوسط العادي ويحصل قذف وبعد كده يحصل ارتخاء للقضيب. وده اللي بيحصل في اي رجل في العالم. ان يحصل قذف وبعد كده ارتخاء للقضيب. لو في بقى ضعف جنسي ومصاحب معاه سرعة قذف الارتخاء يحصل قبل القذف مباشرة. يعني المريض يجي يقول لك لا ده العضو بيرتخي الاول وبعد كده يحصل القذف. لذلك تبقى عارف لو الانتصاب بيفضل قوي لحد ما يحصل القذف وبعدين يحصل الارتخاء يبقى المشكلة عندك سرعة قذف. لو بيحصل الارتخاء الاول ولو جزئية وبعد كده يحصل قذف يبقى انت عندك ضعف جنسي مع سرعة القذف. طبعا عشان تبقى يعني كلامك دقيق بتعمل طبعا أشعة دوبلر في الحالة التانية، الحالة الأولانية ما بتحتاجش. خلاص هو بيقول الانتصاب ما فيهوش مشكلة. طالما الانتصاب استمر حتى القذف وبعد كده حصل ارتخاء يبقى دي سرعة قذف. طبعا طالما المدة قصيرة. لكن لو حصل ارتخاء ولو جزئي قبل القذف مباشرة يبقى المريض ده عنده ضعف جنسي أو نحتاج نعمل له أشعة دوبلر عشان نعرف إيه الأسباب الموجودة، المشكلة مش مشكلة سرعة القذف فقط. وشكرا.